الرحلة هتكمل أكيد، وفي وعد بينا وبين شهيد، تبدأ بلدنا من جديد، وولادنا لازم يكبروا على حب مصر. الرحلة هتكمل أكيد، وفي وعد بينا وبين شهيد، تبدأ بلدنا من على كل مشاهدينا. برحب بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات، والنهاردة يوم ست الستات أمي. طبعا كل سنة وكل ست مصرية طيبة، كل سنة وكل أم طيبة يا رب، وتبقى دايما بخير وبصحة وبسعادة. وتحية وإجلال للأم المصرية والزوجة والأخت والابنة، يعني قدمت الأم دي، قدمت الابن وقدمت الزوج والأخ والشهيد علشان نبقى إحنا إحنا النهاردة، وتبقى أمتنا دايما وأبدا بخير وقوية وعافية وشابة. النهاردة كلنا بنحتفل مع حضراتكم بعيد الأم، وطبعا اسمحوا لي يعني أقول وأبدأ الحلقة النهاردة بكل سنة وأمي طيبة وكل أمهات حضراتكم أكيد. كمان النهاردة من الصبح الحقيقة كلنا فاتحين التلفزيونات واتفرجنا على قد إيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم الأمهات المثاليات وسط تأثر كبير جدا من الكل. كرمهم علشان يكلل جهودهم بعد سنين طويلة من العطاء والتفاني مع أولادهم. النهاردة الرئيس وجه رسالتين مهمين جدا جدا للمرأة المصرية. الرسالة الأولى يمكن سمعناها كلنا، وجه رسالة مهمة للأزواج المنفصلين علشان يقدروا يقدموا أطفال أسوياء للمجتمع. إيه رأيكم كده؟ نشوف قال إيه ونرجع تاني. أنا بس بنتهز الفرصة لما يكون في يعني اللقاءات ديت ان انا اتحدث معكم ومن خلالكم للشعب كله على الجهود اللي بتبذلها الدولة، وعلى ايضا القضايا اللي ممكن تكون بتشغلنا. واسمحوا لي الاول ان انا اتكلم على يعني من كام يوم كنت موجود في يعني في حديقة في احد الحدائق في مدينة نصر، فاستوقفتني سيدة فاضلة جدا يعني بتقول لي أنا جدة ومن فضلكم قولوا لي الأحوال الشخصية، وإحنا خايفين إن هو ما يخرجش بالصورة اللي أنا عايز أقول لكم على حاجة. إحنا حريصين على إن إحنا القانون، وأنا قلت لها كده برضو وأظن الكلمة دي جت في يعني في التلفزيون، إن إحنا حريصين على إن القانون يبقى متوازن للجميع، يعني للأم وللأب. وقضية يعني مش بس كده، أنا بتكلم على القضية تحديدا اللي هي كانت بتتكلم على المشاهدة أو اللي هو مقابلة يعني لو الأسر اللي هي يعني موفقتش في حياتها، إن يبقى في فرصة بسيطة وسهلة ومش معقدة لرؤية الأبناء أو البنات يعني. ف
فأنا عايز أقول إن إحنا القانون حريصين كلنا، كل مؤسسات الدولة سواء الأزهر أو البرلمان أو مجلس الشيوخ أو الحكومة، كلنا حريصين على إحنا القانون اللي نصدره. أصل هو القانون بيبقى الهدف منه مصلحة الناس، مش المصلحة، مش حاجة تانية. يعني إحنا ما عندناش غير إن إحنا نعمل حاجة تسعد وتسهل وتيسر الأمور من خلال طبقا للتطور اللي حصل في المجتمع. فأنا بس عايز أطمنكم في نقطة قانون الأحوال الشخصية ده، إن إحنا حريصين على إن إحنا نسمع من الكل، ثم من خلال الحوار المجتمعي ده نصل إلى يعني خلاصات نقدر من خلالها يعني القانون يبقى يلبي كل المطالب بشكل كويس. لكن أنا حاجة على تحديدا على فكرة يعني الانفصال بين الزوج والزوجة، وده أمر وارد يعني، وهو أمر صعب على الأولاد بالذات وعلى الأسر يعني. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، القانون مش كل حاجة، القوانين مش كل حاجة، الأصل في الموضوع ده إحنا كمجتمع، إحنا كأسر، هل إحنا مستعدين نوفر ما أمكن يعني مناخ مناسب للطفلة أو الطفلة اللي الأسرة ما وفقتش، يعني لم توفق وما نجحتش؟ وده مش يعني مش عايز أقول إنها مش قضية خطيرة، لا هي قضية خطيرة، لكن خلاص وحدث يعني. إزاي نقلل ما أمكن حجم الأثر الصعب على الطفلة أو الطفلة ديت؟ صدقوني أنا بقول لكل الناس اللي بتسمعني، الأب اللي بيلوم قدام ابنه وبنته على زوجته اللي انفصل عنها، أو الأم اللي بتلوم على زوجها قدام بنتها أو ابنها اللي انفصلت عنه، صدقوني أنتوا بتعملوا أول شرخ حقيقي في شخصية الطفل ده. صدقوني أبدا الاختلاف بين الراجل ويعني الزوج والزوجة والانفصال أمر ممكن يحصل ويخليكم يا رب. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، الطفل الصغير ده اللي أنتوا بتكلموا عنه وتقولوا له كلام مش طيب هيبقى راجل والبنت هتبقى ست، فادوهم الفرصة إن هم يطلعوا باستقامة يعني بشخصية متوازنة جدا، لا تسيئوا لهم بأن أنتوا تسيئوا لنفسكم. فأنا بقول حاجة يمكن القانون مش قادر يعملها، القانون هيقدر ينظم إجراءات ممكن تتعمل، لكن أنا كأم أو أنا كأب وخلاص يعني حصل اللي حصل وحصل انفصال، الحد الأدنى اللي قدمه يعني قربان للزواج الفاشل ده إن أنا أتحدث بكل إيجابية عن الانفصال لو اتكلمت سواء كان الراجل أو كان الست. طب ليه؟ مش عشان يتقال حاجة غير إن أنا عايز خايف على ضنايا ده الولد أو البنت، فعايزه يطلع يعني سوي، فما سئش لا الزوجة اللي انفصلت عنها ولا الأم اللي انفصلت عن الزوج. وإن شاء الله بطمنكم على الموضوع بتاع القانون يعني، وحاجات أخرى طبعا إحنا حريصين. وكان يمكن فضيلة الإمام بيكلمني دلوقتي في هذا الأمر وبيقول لي إن الأزهر له يعني مشروع متقدم جدا، فأنا بوجه له كل التحية على هذا الأمر. صحيح، إحنا في النهاية يعني الهدف كله إن إحنا نخلي حياة الناس أبسط وأحسن، فربنا يوفقنا لكده. الكلام السيد الرئيس قاله وجهه مش بس للحضروا الاحتفال، وجهه لمصر كلها للستات وللرجالة رسالة بتدل على فكرة ان هو سامع وعارف آراء الناس في قانون الأحوال الشخصية، وعارف مين اللي متفق معاه ومين اللي مختلف على بعض البنود، ودي رسالة طمأنة إن القانون مش هيطلع إلا بما هو يعني في خير للأسرة المصرية ومساندة للست والراجل برضو المصري. يعني احنا منتكلمش أبدا إن الستات تاخد هي بس كل حقوقها، يعني في بعض السيدات
بتبقى حكاية قانون الرؤية اللي الرئيس اتكلم عنه، ناسيين خالص ان الابن او الابنة دول محتاجين اب، يعني محتاجين في حياتهم عشان يطلعوا اسوياء محتاجين اب، ودي مش محتاجة قانون زي ما الرئيس قال، دي محتاجة ان احنا نبقى عندنا حب لولادنا وان احنا عايزين نطلعهم اسوياء وان احنا نبقى حابين انهم ما يطلعش عندهم عقد نفسيه. على كل الاحوال احنا هنتكلم وهيوضح لنا اكتر وجهه النظر دي على ارض الواقع. معانا على التليفون دكتور طارق الياس خبير التنميه البشريه والعلاقات الاسريه. دكتور طارق برحب بحضرتك. ازيك يا دكتور طارق؟ ألو الصوت مش جاي لي هنا. ألو طيب دكتور طارق فقدنا الاتصال بيه. احنا عايزين نركز على الجزئية دي، لان انا ليه بقول لحضراتكم كده، انتوا عارفين ان احنا في ست الستات عملنا اكتر من مناقشة مجتمعية من خلال يعني ست الستات مع ستات ورجالة بخصوص قانون الأحوال الشخصية. الستات فاكرين إنهم إن الرجالة لما يبقى عندهم حق الاستضافة إنهم هياخدوا الولاد ويهربوا أو هيخطفوا عيالهم. ماشي، في بعض الحالات حصل فيها كده حقيقي، لكن ما نقدرش نعمم الموضوع ده على كل الناس اللي متطلقين، وفي نفس الوقت ما نقدرش نحرم أب من ان هو ابنه او بنته يباتوا معاه ويبقى حاسين ان في اب في البيت، يبقى في اصل رساله الابويه دي مش هتتنقل بالتليفون ولا هتتنقل في قاعده كده وسط الناس، ده سلوك وخبرات حياتيه الاب برضو من حقه ان هو يديها لاولاده. اعتقد ان هي زي ما بتقول ايه ماشيين على خط رفيع جدا جدا اساسه اخلاق الناس، يعني مش القانون بس، أخلاق الناس وحبهم لولادهم هو اللي بيحكم على الموضوع ده. هل دكتور طارق إلياس رجع لنا مرة تانية؟ طيب احنا عندنا مشكلة في الاتصال، هنرجع تاني لحضراتكم، هناخد فاصل ونرجع مرة تانية نكمل مع حضراتكم احتفالنا. وبعد الفاصل كمان عايزين نرجع للرسالة التانية اللي الرئيس اتكلم عنها وهي موضوع في غاية الأهمية. بعد الفاصل. قبل الفاصل اتكلمنا عن الرسالة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الأم، وكانت موجهة للأسر المصرية، وإن قانون الأحوال الشخصية بإذن الله هيبقى مرضي ومنصف. أهم حاجة إن هو يبقى منصف لجميع الأطراف، للراجل وللست، وأهم من كل من الراجل والست الولاد. طيب الرسالة التانية اللي معانا النهاردة وبنعرضها على حضراتكم، الرئيس النهاردة اتكلم عن موضوع الغارمات، لفت نظرنا لموضوع في غاية الأهمية، اتكلم عن المغالاة في تجهيز العرايس خاصة في الأرياف، وإن ده هو السبب الرئيسي لاستدانة الأمهات، وفي الآخر بقى بتكون النتيجة الحبس للسيدات دول، لأنهم طبعا ما قدروش يسددوا اللي استلفوه عشان يجهزوا بناتهم. تعالوا مع بعض نشوف الرئيس قال ايه ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. الموضوع التالت هو موضوع الغارمات، واحنا كنا تصدينا الموضوع ده على امل ان هو ينتهي، على امل هو ان ينتهي، يعني 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 العدد بيزيد، واحنا رغم ان المبادرات اللي بتعملها الدولة الهدف منها انها تدخل الى يعني الاسر المحتاجة وكده، ويعني نقف جنبهم، مصر اللي بتقف جنبهم يعني، بس انا متصور ان صعب جدا ان موضوع ان العدد ده يزيد. وانا هتكلم على حاجه تحديدا يعني لقيتها موجوده كده وموجوده في الريف، ويعني السيده وزيره التضامن سواء كانت ايام الدكتوره غاده او الدكتوره نيفين كان نقاشنا على المواضيع اللي هي خاصه بمصر والأسرة والتضامن الاجتماعي دايما كان كتير، لكن أنا هكلمكم في موضوع محتاجين نفكر فيه شوية، يمكن في الحضر مش موجود قوي لكن موجود في الريف. ففوجئت إن هما، أنا سامع الكلام ده كتير بس قلت أقوله لكم، يعني يمكن ده يشكل قوة دفع للإعلام، ويمكن يشكل قوة دفع للمؤسسات الدينية
ان هم يعني سمعت ان هم بيقولوا ايه، يجيبوا تلفزيونين ويجيبوا تلاجتين ويجيبوا مش عارف 10 بطاطين ويجيبوا طب طب ليه يعني، يعني طب انا طب غسلتني ليه؟ طب يعني فقالوا ان ده في الريف يعني عيبه جدا جدا لو ما حدش جاب كده، ما جابش في الجهاز بالطريقه دي. يعني طبعا احنا عايزين الاسر تقوم بالواجب مع بناتها يعني، لكن يا ريت الموضوع دوت نفكر فيه انه ده مش عاده طيبه، وفي الاخر ده ربنا سبحانه وتعالى ما بيقولناش ان احنا نعمل كده. ده حتى لو كان معايا، يعني حتى لو كان معايا اموال تقدر تعمل كده، اعمل ده ليه؟ فيعني انا بسك من الغارمات، وده كان بيبقى مرتبط الى حد ما في كل في معظم القضايا اللي احنا شفناها بان الست بتضطر ان هي يعني تقترض عشان تجيب الطلبات اللي هي بتاعت ال تجهز بنتها او كده يعني. فعلا مشكلة في ريفنا، ويعني صحيح بيبقى في حاجات مبالغ فيها إلى درجة رهيبة يعني. والأم طبعا، أنا يعني أنا عندي بنتين، أكيد أتمنى أجهز بناتي على قد ما أقدر، أنا وجوزي على قد ما نقدر كويس، بس يعني العريس اللي مش هيجوز بنتي علشان ما جبتلهاش غسالتين زي ما بيحصل في الأرياف، يعني بلا عريس. ليه أم تتسجن وليه أسرة تبقى يعني في حاجة رهيبة تشق ظهر الأسرة علشان غسالة ولا علشان شوية بطاطين ولا علشان شوية لبس؟ يعني كل ده كلام الحقيقة خيال. معانا دكتور طارق إلياس، يعني الخبير طبعا في التنمية البشرية وخبير العلاقات الأسرية، هيكلمنا عن الموضوعين دول. أول موضوع الأول طبعا أرحب بحضرتك معانا دكتور طارق. أهلا بيك يا أستاذ. إزاي حضرتك؟ وحشنا جدا والله. وانت كمان يا فندم. الله يخليك. احنا اتكلمنا النهاردة وتوقفنا عند نقطتين الرئيس اتكلم عنهم. أول حاجة عن موضوع لما اتنين بيتطلقوا، القانون اللي بيحكم ما بينهم، وبيبقى دايما في محاولات من الدولة ان القانون يبقى فير، يبقى فيه عدل ما بين حقوق الأم وحقوق الأب. وتاني نقطة حكاية الغارمات، عايزة حضرتك تنطلق كده وتكلمني على النقطتين، شايفهم ازاي؟ انا شايف حضرتك اولا نبدأ بالنقطة الاولى. العلاقة ما بين الراجل والست بعد الانفصال. صحيح. احيانا في بعض حالات الانفصال بتكون حالات في غاية التحضر، وبتكون العلاقة بينهم طيبة، وفي زيارات كمان للولاد من خلال الأب، أو هي كمان بتبقى إلى حد ما بتتصل بيه لما تكون محتاجة حاجة لأولادها. صحيح. ده موقف من المواقف اللي بيحسب لثقافات بعض المجتمعات. لكن في مجتمع آخر بيبقى فيه مواقف عدائية، فيبقى الأب مش متخيل أنه بعد ما انفصل ممكن يبقى إلى حد كبير زي الأول مسؤول عن أولاده، فبيبتدي يقطع ويبعد. وساعات بقى بيشوه شكل الأم قدام الأولاد أو العكس. وحتى لو فكر في زواج تاني أو هي، كل واحد فيهم متابع التاني يا ترى عمل إيه، وتبتدي المشاكل بتكبر. الأولاد دايما بيبقوا ممزقين بين أب وبين أم في حالة الانفصال، فهم مش عارفين يبقوا مع الأب ولا مع الأم. ده أنا عايز أقولك احيانا الاب بيبقى عنده الاحساس بانه عايز بيبقى بينفق على الاولاد اكتر علشان ياخد حنيتهم وحبهم من الام، وفي كيسز تانية يا دكتور طارق ما يصرفش خالص كعقاب للام على انها اتطلقت منه او عملت خلع. فيفتكر ان ولاده عملوا خلع منه يعني، لكن هو من جواه هو بيعلم ان دي حالة انتقامية، إنها بمجرد ما انفصلت يبقى هو بيعاقبها في أولادها. صحيح. بيعاقبها في الإنفاق عليها. عشان كده القانون لازم يبقى مدي حالة من الإنصاف للست اللي بعد ما انفصلت وكمان ما بتشتغلش في الغالب. وبالتالي لازم حتى كمان موضوع النفقة، ولازم يكون دلوقتي بأسعار هذا اليوم.
مش في القانون القديم. ونقطة كمان دكتور طارق، موضوع البيت يعني برا بيبقى فيه قانون خاص بمين اللي هياخد البيت، مش حكاية الأم الحاضنة، ما هو أيوة. في طلقات بتحصل بعد سن حضانة الولاد، فالست أيوة تبقى طبعا. كافحت واشتغلت في بيتها طول الوقت ده عشان تربي الولاد، والزوج فعلا هو اللي بينفق وهو اللي اشتغل وجاب البيت، لكن في النهاية هو مجهود مشترك، فلازم نوصل لحل يرضي الاثنين، ما يبقاش في واحد في الشارع وواحد في البيت. ولكن ان الام هي اللي بتاخد البيت عشان كمان اولادها صغيرين، ده موقف انساني رجولي من الرجل انه يسيبها علشان خاطر ده ستر للست وللولاد. صحيح. وهو لو الحكايه حكايه بيت، ما هو البيت انتوا اللي قسمتوه. وفي الحاله اللي زي دي لما تكون الست متواجده على الاقل، الولاد حتى هيقولوا ده بابا ساب لنا البيت نعيش فيه. صحيح. وهو شاف طيب مكان ثاني. فعجاله دكتور طارق، تعليق سريع كده على موضوع الغارمات. لا قد كده، انا سعيد جدا باللي حصل النهارده يا استاذه دينا. احنا عندنا رئيس انسان. صحيح. هو اكتشف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يعلم جيدا ان هذا الموضوع بقى قضيه فظيعه. الغارمات هي ست ممكن بتدخل السجن بسبب كمبيالات مضت عليها علشان بتجهز بنتها. صحيح. هو سيبك من المغالاة كمان في عملية التجهيز، ولكنها العادات والتقاليد دي لازم تتغير. أيوة. انسف حمامك لازم نغير افكارنا احنا اولاد النهارده. بالظبط. انا بقى هستنى حضرتك تجيلنا، لان الكلام الخاص يعني بالاحتفال بعيد الام للسيد الرئيس في اكتر من نقطه لازم نتوقف عندها ونتكلم فيها ونواجه نفسنا بان مش حياتنا اللي احنا نشأنا وترعرعنا عليه، لا الدنيا بتتطور وازمات الحياه ممكن تختلف. فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق إلياس، ومستنياك قاعدة من دلوقتي مستنياك علشان نعمل حلقة خاصة بهذا الحديث نتكلم فيه بالتفصيل بإذن الله. الكلام هيطول مع دكتور طارق إلياس طبعا، لكن بقى دلوقتي بعد الفاصل هنرجع ونتكلم عن الجمال وعن البشرة وعن حيوية ونضارة البشرة طول الوقت مع كريم بينكي، وهتكلمنا في ده دكتور دينا أبو السعود. خليكم معنا. أوقات كتير بنحس إن إحنا بشرتنا بتعاني من الإرهاق، من الجفاف، من الهالات السوداء، آثار الحبوب أو حبوب من غير أي لازمة، ومش عارفين حل كل ده إيه. تصدقوا إن ممكن جدا يكون الحل في مستحضر واحد بس هنعرف عنه كل حاجة، وهو كريم بينكي من ضيفتنا دايما دكتور دينا أبو السعود اللي برحب بيها في ست الست. حبيبتي ازيك يا دينا؟ ازيك دكتور دينا؟ الحمد لله كله حلو. أنا قلت مشاكل كتير. صحيح. هل أنا مبالغة لو قلت إن ممكن مستحضر واحد وهو كريم بينكي يعالج لي الحاجات دي كلها؟ قبل ما كريم بينكي طبعا ينزل الماركت كنت هقول لك إنه مبالغة، لكن الحقيقة يعني كريم بينكي حقق نجاح كبير واتاخد وقت طويل في تصنيعه عشان نقدر نناسب كل الستات ونقدر نرضي كل الستات بجميع أنواع البشرة وجميع الأعمار. علامات التقدم في السن ما بقتش في سن صغير إطلاقا، ما بقتش في سن كبير إطلاقا. بتشوفي عشرينات عندها تجاعيد، عندها تصبغات، عندها بشرة غير موحدة اللون، عندها بشرة فيها نمش، فيها حبوب وأثار حبوب. عايزين كريم يخلي كل البنات مبسوطة وكل الستات اللي كبرت في السن وبدأ شوية ثقة في النفس كده. عارفة طبعا يا دينا يعني احنا كستات لو لقينا مشكلة في وشنا يعني بيقلب المود، اليوم بيقفل. أيوة. اصل ساعات كمان تبقي مش نايمة كويس وتبصي في المراية تقولي ايه ده انا كأني عجزت 10 سنين. صح. انت عندك حاجات كتير بتعجز برضو زي ما انت قلتي، النوم اللي مش كافي، عدم شرب المية، طبعا شرب السجاير، الضغوط النفسية بتكبرك 20 سنة. صح. ده اكيد. فانا بقول بكريم بينكي بنحاول ان احنا نعادل القصة دي. ايه المكونات اللي داخل هذا الكريم اللي ما بنزلش في اي حتة غير ما بيسألوني على كريم بينكي حتى وانا داخل المدينة؟
دكتورة دينا بينكي، عايزين بينكي، مراتي بتسألني على بينكي، فأنا بتبسط قوي لما لقي إن بينكي بقى ستار وإن بينكي بقى نجم فعلا. كريم بينكي من أهم مكوناته مستخلص التوت البري، ده هايل للبشرة، بيعمل على عدم أكسدة البشرة، بيعمل على توحيد لون البشرة، بيعمل على الهالات السوداء. يمكن مهم أقول إن كريم بينك يتحط تحت العين، حلو قوي. إحنا دايما متعودين إن اللي نحطه على وشنا كله ما ينفعش نحطه تحت عينينا وعلى رقبتنا، صح؟ فهل كريم بينك مختلف؟ ما هوش تقيل، بيبقى في معوقات ان نحط الكريم العادي تحت عيننا؟ لا يعني يا دينا كريم بينكي ده ووتري، يعني انت بتحطيه بيمتص بسرعه في طبقات الجلد العميقه وبيدي نضاره، وما بتحسيش انك انت حاطه اي كريم. يمكن لما بيخشوا على، يعني السيدات اللي بتخش على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتي انا شخصيا يسالوني دكتوره دينا انا معايا كريم بينكي عايزه احط ميك اب، طيب انا نازله الشغل ينفع احط كريم بينكي قبل الميك اب؟ لا يتعرض اطلاقا. فانا بنصح اي ست هتنزل لشغلها، خارجه مع اصحابها، هتتعرض لشمس، هتحط الواقي الشمس وعايزه تحط ميك اب، تحطه وتحط يعني تحط كريم بينكي قبل الميك اب، سوري، عشان بيعمل لك طبقه عازله من اختراق الميك اب للبشره. المكياج كمان بيضر بشرتنا طبعا، كل يوم، وخصوصا ان في انواع يعني حتى لو هي انواع معروفه ما بتبقى ايش مراعيه الجزئيه اللي هي بتاعت بقع الوش والاثار اللي ممكن تنجم عن الميك اب. طبعا انا بقول ان كريم بينكي ضغطتين على ايدي واوزعه قبل الميك اب هتغسلي وشك بعد كده، هتحسي ان وشك، يمكن انا من نوع لما بحط ميك اب ممكن يطلع لي حبوب وشتي حساسه جدا، لكن انا قبل الميك اب لازم احط كريم بينكي عشان احمي جلدي بالزبط. فهو ده اللي بيديك كريم بينكي. طبعا مستخلصاته شيء اخضر سليسين، شيء اخضر يعني من النادر ان انا الاقي كريم بيحتوي على الشاي الاخضر. طبعا مميزاته ايه وبيضيف ايه لخواص الكريم؟ الشاي الاخضر مضاد للاكسده من الدرجه الاولى. الشاي الاخضر زي ما احنا عارفين انه بيخسس او حارق للدهون، فهو مناسب جدا للبشره الدهنيه. البشره الدهنيه وشها على طول فيه دهون وفيه سيبم، فطول الوقت تلاقي وشها محبب والحبه تسيب اثر. فانا بقول الشاي الاخضر مناسب جدا لاصحاب البشره الدهنيه لانه بيسحب الدهون الزياده، هيمتص كل ده بره البشره. والعملاء الستات اللي اخذوا بالهم اللي اشتروا كريم بينكي واستخدموا كريم بينكي بتوع البشره الدهنيه بطل يطلع لهم حبوب خالص. والله دي مميزات من النادر ان احنا نلاقيها في مستحضر واحد ينفع لكل المشاكل اللي عندنا. جزيل الشكر دايما بنقدمه لضيفتنا كل يوم دكتور دينا ابو السعود، بشكرك شكرا جزيلا. حبيبتي. وطبعا كان قدامنا الفيسبوك والإنستغرام الخاصين بكريم بينكي. تمام. ومزيد من المعلومات هنقدمها بكرة بإذن الله. حبيبتي إن شاء الله. بإذن الله. فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي فقراتنا لليوم في ست الستات، خليكم معنا. رجعنا لحضراتكم من جديد، وطبعا كلنا عارفين ان السمنه دي يعني اصبحت القاتل الصامت، ولو انها مش صامته قوي لانها بتبان علينا بوضوح، بتدخل حياتنا بدون وجه حق، غير طبعا المحاشي والاكلات وعادات الاكل السيئه. الاكل عموما بتكون يعني الاكل ده بيكون حاجه مهمه في حياتنا زي ناس كتير ما بتحبه، وطبعا هو كمان مفيد، لكن بيكون ضرره مع الوقت ان احنا بنبقى من اصحاب السمنه المفرطه. واصحاب السمنه المفرطه دول من الطبيعي بيقابلوا صعوبات كتير جدا جدا في حياتهم وامراض كتير باشكالها، وده علشان الشهيه، شهيه الاكل مع الوقت بتزيد. وما ننساش طبعا بقى في بعض الأمراض، الضغط والسكر، وكمان الضغط النفسي. الضغط النفسي، الاكتئاب وغيره من الأمراض بيؤدي برضو للسمنة. علشان كده النهاردة عايزين نفهم يعني إيه مريض سمنة وإيه المشاكل اللي ممكن يكون بيواجهها مريض السمنة، وإن عدم الاهتمام، اهتمام مريض السمنة بالمشاكل دي ممكن يعمل إيه في حياته. خلينا نستفيد ونتعرف
هنتعرف اكتر النهارده على مدار السمنه. مش بس كده، المضار احنا عارفينها، لكن طرق تناول السمنه دي. معانا النهارده الاستاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، ورئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه والسكر. برحب بحضرتك معانا دكتور احمد. النهارده دكتور احمد يعني جايب لنا حاله من الحالات اللي استفادت طبعا من علمه ومن الجراحات، جراحات السمنه. هنتعرف عليه مع حضراتكم الاستاذ محمد عبد الامير. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اسمح لي الاول قبل ما نبدا كلام مع دكتور احمد، عايز اتعرف على حضرتك. حضرتك مش مصري مش كده؟ انا عراقي. عراقي، اهلا وسهلا بيك، منور مصر. اشكرك. نرجع لدكتور احمد. دكتور احمد، النهارده حضرتك تستضيف لنا الاستاذ محمد، احكي لنا كده عملت له ايه؟ وحقيقة استاذ محمد من الناس المحبه جدا للاكل بانواعه كما ونوعا. هو بيستمتع بتحضير الاكل واكله وبكميات. بيطبخ حلو يعني كمان. اوكي. فالحقيقه هو لما راسلني قبل العمليه بفتره وتعرفت عليه وعرفت طبعه الغذائي وحددت له، قلت له عشان تاخد راحتك طالما انت محب للحلويات، محب للسكريات، بتاكل الاكل الدسم دهون بغزاره، بتاكل كميات، عشان نضمن النتيجه بتاع العمليه وعشان هو ياخد راحته وما يحسش بنوع من الحرمان، اخترت له التحويل وفضلته بالنسبه له عن التكميم طبعا. طبعا. لان نقطه دم حلويات كلمه السر زي ما حضرتك معلمنا. لا مش كده بس، وحتى الحب الشديد للاكل والدسم، التحويل المصغر بيمنع امتصاص النشويات والسكريات والدهون بنسبه 70%. طبعا. حجم المعده في التحويل اكبر من التكميم. تصريف الاكل في التحويل اسرع من التكميم. فمريض التحويل معروف ان هو بيقدر ياكل كميات اكتر وعدد وجبات اكتر وانواع اكتر من التكميم. صحيح. فلما بيجي شخص عنده النوع ده من الحب والعشق للاكل، عشان ما نبقاش عملنا له حاجه تضايقه وتاثر على دي التكميم يا دكتور؟ ده التحويل، سوري؟ ده التحويل المصغر للمعدة. زي ما حضرتك شايفة جزء من المعدة صغر زيه زي التكميم، بس بنوصله على الأمعاء بعد طول معين. خطوة التحويل دي تعتبر قوة إضافية للتصغير بتاع المعدة. فما بحتاجش أصغر المعدة زي التكميم بحجم بقدر كبير. فبسيب بصغر المعدة، لكن بسيبها تقريبا ممكن توصل لضعف حجم المعدة في التكميم. الفتحة بين الجزء بتاع المعدة والأمعاء دي فتحة مفتوحة على طول. معنى كده أنها بتعدي الأكل بفريكوانسي أكتر. إنما فتحة البيلورس في التكميم بتقفل وتفتح كل ساعتين 10 دقايق، يدوبك تعدي جزء من الأكل وبقية الأكل يفضل في المعدة. فالمريض ما بيقدرش يأكل مرات كتير، وكمية دايما المعدة فيها إحساس بالامتلاء. أستاذ محمد، يعني احكي لي بقى حكايتك، ايه المعاناة وكنت كم كيلو؟ انا كنت وزني 175.5. ما شاء الله كتير. طبعا. كنت اعاني النفس وما اقدر امشي. يعني وعمل ما اقدر اعمل. يعني شغل ما اقدر اشتغل. ما تقدرش تشتغل. اي ما اقدر اشتغل. واتضايق بالنوم مالتي. يعني وصلت الى مرحله اذا اريد اكل يعني ما حتى ما اقدر اقعد بالقاع اكل. لهالدرجه هاي. مش قادر حتى تقعد صح عشان تاكل. عافيه. اي ما اقدر اقعد صح. على مود اكل. فالحمد لله والشكر راسلت الدكتور. صورة حضرتك اهي. قبل وبعد، يعني ده انت استعدت حياتك يا استاذ محمد. طبعا طبعا. طبعا انا هسه رجعت حياتي، هسه حياتي غير شكل. اكيد. تواصلت ازاي بقى مع دكتور احمد؟ عرفت عنه ازاي وتواصلت معه ازاي؟ دخلت على الفيس وعلى الاذاعات، فشفت الدكتور احمد السبكي وشفت عملياته وشفته، صدق يعني رجل
صاحب غيرة على المريض فراسلته لمدة 5 أشهر أنا أتراسل وياه زين فدزيت له صور مالتي هماتي يعني. قال لي بس تعال على مصر وبيخير وتدلل. أي. كنت قلقان؟ كنت يعني أصل بتراسل دكتور أحمد السبكي لمدة 5 شهور، هل أي. كنت قلقان أصلا إنك تجري عملية سمنة؟ لا بس إنما الدكاترة اللي موجودين داير مدايرنا هم اللي خلوني أفقد الثقة. أوكي. إيه. الدكاترة الداير مدايرنا في إيران وفي سوريا وفي تركيا همات يعني وفي العراق. زين حسيت بثقة يعني عاوزين بس فلوس بس اعطيني فلوس ويروح المريض برا 3 أشهر 4 أشهر لو يطيب لو يصير بي أمراض ويصير بي كذا أي. زين فالدكتور أحمد السبكي الله يحفظه راسلته لمدة 5 أشهر وإجيت لمصر لهنانة فشافني وحكيت وياه فقال لي حعمل لك عملية حخلصك من الضغط ومن السكر. وكان عندك سكر كمان يا استاذ محمد؟ لا انا ما عندي سكر. اي بس احب الحلويات احب. يبقى كان حيجي لك سكر. اي فقلت له قال لي تحب الحلويات؟ قلت له اي والله دكتور اموت على الحلويات انا. اي فقال لي ان شاء الله حتى تبقى تحب الحلويات. دكتور أي. احمد يعني في كده بنشعر بفخر بفخر في ثقة العالم العربي وعلى فكرة والغربي كمان يعني مش العربي بس فأطباءنا وعلمائنا المصريين وخصوصا حضرتك كمان ليك إضافات على هذا النوع من عمليات السمنة وليك الإضافات دي موجودة في العالم كله وباسم حضرتك عنصر الأمان اللي المريض كمان بيشعر بيه في إن هو جاي مصر وجاي لطبيب مصري هل كان في أسئلة حضرتك بتوجهها لمريضك اللي بيراسلك من خارج مصر؟ لا شك وهو المريض بيحس بالثقة في الجراح من ثقة الجراح في نفسه لما بيحس ان هو في تفاصيل كتيرة قوي هو الناس بيبقى عندها الفراسة جراحات السمنة مش جراحات تقليدية كلاسيك كل الجراحين بتجريها بنفس الطريقة جراحات السمنة عاملة زي النفس بتاع الست اللي بتطبخ وإن كان الموضوع أقوى من كده بكتير طبعًا. بس بدي حضرتك مثال طبعا إن أدق التفاصيل البسيطة ممكن تنعكس على النتيجة النهائية فالمرضى بيدوروا كويس قوي وبيستخير وبيدرس الجراح بخبرته بتجاربه قبل ما بياخد الخطوة دي ما هو كل الدول العربية الشقيقة فيها جراحين لكن الحمد لله الناس بتجيلنا في هذه العمليات بالتحديد لأنهم شافوا نماذج مختلفة شافوا نتائج عملياتنا وشافوا نتائج عمليات أخرى وحسوا إن في فرق في نتيجة مختلفة هو ممكن ما يعرفش إيه اللي وراء النتيجة دي يعني ما يعرفش التعديلات اللي احنا عملناها يعني ما يعرفش قد ايه احنا كل تفصيله صغيره بنهتم بيها جوه العمليه بتنعكس عليه راحه وتخلص من مشاكل وعدم تعرضه لاي حاجه ممكن تضايقه بعد العمليه بس هو في الاخر له النتيجه النهائيه بالزبط. يعني الناس لما تشوف استاذ محمد قبل وبعد واحنا عاملين في العراق الاف المرضى الحمد لله فيشوفوا النتائج فيبتدي يقارن يقول لا في فرق واضح في طريقة العملية حتى لو هو مش عارف خبرة الجراح قد إيه بس هو شاف المثال أنا عامل عملية عشان أخس ومع ذلك باكل كويس وباكل كل حاجة وما عنديش مشاكل صحية وحتى الحلويات اللي كل الدكاترة بيقولوا امنعها لا ده أنا باكلها كتير كان عندي ضغط راح كان عندي مشاكل التنفس راحت كان عندي مشاكل في المفاصل راحت احنا مثلا بنعمل عمليه بنقول للمريض التحويل هتاخد فيتامينات 6 شهور فقط العالم كله بيقولوا لهم سنين ومدى الحياه بالظبط مش هم غلطانين عشان نحق الحق هم طريقه اجراء العمليه اللي هم بيجروها مختلف. بتستلزم سبلمنتس او مكملات غذائيه وفيتامينات لفترة طويلة لكن احنا بنعتمد على ان المريض بياخد القيمة الغذائية
اللي بتكفيه فما بيحتاجش سبلمنتيشن او مكملات غذائيه. فهو ده اللي بيخلي مريض من اخر يحس لا هذه العمليه مش هي نفس العمليه اللي اتعملت لجاري او لزميلي في مكان اخر. فالحمد لله حتى لما قلت لحضرتك كان دايما تركيزنا نقطه عقده الخواجه دي. ان بدل ما الناس بتطلع تعمل العمليات دي في اوروبا وامريكا اصبح العكس الحمد لله من العالم العربي واوروبا وامريكا بيجي يعملوا العمليات هنا. صحيح. عشان شافوا نماذج بنتائج مختلفه. طيب استاذ محمد انا عايز اعرف بقى يعني حضرتك جاي لنا من العراق الشقيق اخذت وقت قد ايه هنا في مصر؟ يعني بعد ما عملت العمليه اتفقت مع دكتور احمد وقضيت وقت هنا قد ايه في مصر سواء قبل العمليه او ريكفري من العمليه الاستشفاء من العمليه؟ يعني برا العمليه من سويت العمليه من سويت العمليه جيت هنا بمصر بقيت تقريبا 10 ايام لو 15 يوم ورجعت على بغداد. اوكي يعني الموضوع كله بالكشوفات بالعمليه. نعم بانك نعم بقيت نعم واقف على رجليك وكويس وبتاكل كل شيء ماكو 10 15 يوم هسه صار ال 11 شهر العمليه لحد هالساعه هاي لا ما عندي اي اوجاع ما شاء بطني. الله لا قوه الا بالله زين ودا اكل براحتي ودا اتنفس ودا امشي ودا انام براحتي وخدر ماكو ما بقاش في تنميل في الزراعين ما فيش لا خدر ولا كذا الاول كان مو قلت لك انت انا من اريد انام اخلي مخاديد ثلاثه وانام قبل العمليه من شنت سمين هسه لا الحمد لله والشكر ما شاء الله ما شاء الله كان بيضطر ينام قاعد عشان يقدر يتنفس عشان يعرف ياخد رجليه المفاصل مالتها كنت استعمل دهن لها كانتش قادره تشيل الوزن الكبير ما تقدر تشيل الوزن اللي موجود زين يعني انا كنت شايل 100 كيلو ازيد من على 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 شتافاتي هسه الحمد لله والشكر ما شاء الله 89 كيلو واريد بعد انزل. سؤال قبل ما ارجع للدكتور احمد يعني وانت بعد ما حضرتك رجعت العراق اكيد عارف احنا بقى دايما كمرضى اللي هو ايه ببقى حاسه بامان لما اقدر اوصل للدكتور على طول اساله على اي حاجه. صحيح. عرفت تتواصل بقى بعد ما رجعت العراق مع دكتور احمد؟ هل سالته حاجات يعني التواصل بعد ما رجعت بلدك؟ اي اكو نظام غذائي واكو شغلات قال لي بيها ايوه قال لي هاي مثلا الحمضيات الغازيات هذا اني ممنوع اوكي اي واكو هذا النظام الغذائي تمشي عليه فانا مشيت على النظام الغذائي مالته والحمد لله والشكر وهسه كل يعني هسه انا قلت له دكتور احمد قلت له مشتهي سمك هسه حطلع اسكندريه اوكي سمك بحري ان شاء الله احنا شايفين صورك قدامنا يعني على الشاشه ما شاء الله تغير كبير اكل سمك اكل لحم اي حاجه اريد قبل ملح 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 ما اقدر اكل الا اكل الاكل ماسخ يعني بدون ملح هسه لا الاملاح يعني اعطيني ملح اعطيني سكر زايد ما يهمكش بقى ابد دكتور احمد برضو عنصر الامان في العمليه يعني دايما بيبقى عنصر الامان ده هو اللي بيقلق حد ان هو يعني يروح يعمل عمليه جراحيه وخصوصا في جراحات السمنه. كلمني عن عنصر الامان وازاي بتفهم حضرتك المريض وخصوصا ان هو ممكن يبقى قاطع مسافات طويله عشان يجي لك. ده اكيد هو اول عناصر الامان النقطة اللي حضرتك أثرتيها إن المريض يبقى عارف خصوصا اللي جايين من الخارج إن في تواصل مع الطبيب وإنه مش بس هيعمل له العملية وبعدين ما يلاقيهوش بعد العملية. صحيح. ودي الحمد لله إحنا في بتواصل على طول مع المرضى بتوعنا اللي خارج مصر مباشرة بيكلموني أنا مباشرة وبيرسلوني يوميا وممكن أقضي أكتر من ساعة ونص أو ساعتين يوميا أرد على استفسارات الاف المرضى اللي احنا عاملينهم في الخارج. صحيح. التولز اللي بنستخدمها مختلفه تماما. الادوات الحديثه في جراحات السمنه هي اللي خلت العمليات دي امان زي ما حضرتك بتقولي. فلو احنا لسه هنرجع زي زمان ونشتغل بالادوات القديمه والادوات الغير اصليه او نعيد استخدام الادوات الاصليه
يبقى احنا اللي بنعرض المريض للخطر رغم ان الموضوع بقى صحيح. سهل وامان صحيح. وعشان كده لا قدر الله النماذج اللي بنشوفها وبيحصل فيها بعض المشاكل او المضاعفات راجعه لعدم الاخذ بالاسباب بعد توفيق ربنا طبعا صحيح. سبحانه صحيح. وتعالى، لكن احنا دورنا ان احنا ناخد بالاسباب عشان الادوات دي معموله عشان تضمن نجاح بعد توفيق ربنا 100%. فاحنا لما نأثر في التكنولوجي الحديث ونلجأ لأدوات غير أصلية عشان نعتقد إن إحنا بنساعد المريض إن إحنا نقلل له التكلفة فنوقعه في مشكلة أكبر، ما بنعتبرش إن دي كده مساعدة للمريض، لأن صحيح. إحنا لو عرضنا الكلام ده على المريض المريض مش هيوافق طبعا. فإحنا ما ينفعش نقول له لا ده إحنا هنستخدم لك أحسن أدوات وهنعمل لك بأحسن تخدير ويفاجأ المريض إن هو في مشكلة وإن الكلام ده ما كانش حقيقي، لأن إحنا في الآخر دي أمانة صحيح. قبل ما نختم دكتور أحمد، يعني أكيد بيبقى فيه متطلبات للي جاي من الخارج. أنا سألت أستاذ محمد قال لي قاعد 10 أو 15 يوم تقريبا، 10 هو بيقعد يومين في المستشفى بس بتحتاج قد إيه بقى؟ لأن في ناس كتيرة جدا بتبعت لنا كمان على الصفحة عايزين يجوا من برا مصر، فتقول لهم يعملوا حسابهم إن هم ياخدوا أجازة من أشغالهم يجوا مصر مدة إيه؟ بالعكس، ده إحنا بنقول للمريض إن شاء الله هو يقدر يجي ويقعد يومين في المستشفى ويقدر يسافر مباشره. يعني احنا عندنا مرضى كتير بيجي في الويك اند، بيجي الخميس فعلا أوكي. بيجي الخميس من المطار على المستشفى ويسافر السبت من المستشفى على المطار وبيحس ان هو فري تماما، مفيش احساس بالالم. العمليه رغم قوتها اللي حضرتك شايفاها هي عمليه سيمبل جدا. المنظار الالماني الفتحات الصغيره خلت الاحساس بالالم لا يذكر. وبندي المريض باتش كده مخدره بتخليه هو ما عندوش اي احساس، بعد ساعه بيتحرك جوه المستشفى ويبقى عايز اصلا ما يقعدش يومين جوه المستشفى، وبيخرج بيحس ان هو فري ويقدر يروح شغله ويركب طياره ويسافر مسافات بيروح امريكا ويقدر ينزل شغله على طول. في منتهى السهوله الحصول على صحه جيده، الواحد يقدر يبقى صحته جيده، يتخلص من السمنه بابسط، هي مش بسيطه، يعني هي بسيطه بالنسبه لنا احنا اللي ممكن نعمل الجراحات دي، هي مش بسيطه طبعا على الطبيب لانها فيها تفاصيل كتير، ولكن في النهايه بتحس كمريض ان يعني ايه زي ما بنقول بالبلدي شك الدبوس وترجع بلدك مره ثانيه. اسمح لي دكتور ان انا اشكر الاستاذ محمد، اشكرك وحمد لله على السلامه في مصر، وان شاء الله باذن الله عمر ما السمنه دي ترجع لك ابدا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بشكر مع حضراتكم الاستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر كلية الطب جامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر. شكرا جزيلا شكراً دكتور. بشكر حضراتكم على متابعتنا النهاردة، واشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله على كل خير.